صباح الخير لاي لانش، من تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما ديما معاكم الياس ربوح، فيديو جديد على تشجيع السياحه الداخليه. كيف ما بارطاجيت معكم في الحلقه البارح، انا دابا كنت واجد في واحد الكامبينغ اللي كاين في مدينه اصيله، الثمن ديالو 30 درهم 30 درهم للخيمه، 15 درهم للشخص. كنت جبت فيه البارح وبارطاجيت جميع المعلومات عليه، ودابا ان شاء الله غادي نوجدوا الفطور ديالنا باش من بعد نديروا الديريكسيون الى مدينه تطوان. الا كنتو كتستافدوا من المعلومات الخوت، ما تنساوش لايك كومونتير الشعار ديالنا لا تراجع ولا استسلام. المهم العائلة، أنا دابا حدا واحدة من أحسن المحطات الطرقية اللي كاينين في المغرب بدون منازع أو منافس. أول مرة غندخل ليها اللي هي المحطة الطرقية ديال طنجة. الصراحة الخوت تحية كبيرة للناس ديال الشمال وبالخصوص طنجة على هذه المحطة الطرقية، النظافة ديالها الجمال ديالها ما كاين لا كولتي. الثمن باش قطعتها الخوت اللي هو 20 درهم من طنجة لتطوان، بحال اللي كنت كنقطع قبل الكونفينمون، حيت ما كاين لا مخلويضين لا كرسيه لا والو، كاين انت كتدخل كتقطع الورقه ديالك وهذه هي النتيجه الخوش. فوالا شو لي بوبال. المهم الخوت كيف ما كتشوفوا، غنخليو المحطه الطرقيه مورانا وغنمشيو مع هذا الشارع تقريبا 5 دقائق فين غنلقاو الطوبيسات اللي غيديونا الامسة. وبالمناسبة راه هو نفس الطوبيس اللي كيدي لوادلو. المهم الخوت حنا يلاه اكتشفنا البلاصة، ها هي فين، والطوبيس الرقم ديالو 19 كيدي ديريكتومون الامسة. البلاصه اللي كنت كنساين فيها قبل فيها الطوبيس ديال وادلو، اللي سوء الحظ لقيت الطوبيس خاسر وغير الطاكسيات بثمن 20 درهم. بزاف عليا الخوت، اللهم الطوبيس بثمن ديال 5 درهم يديني حتى العام صح. لا شراج ولا استسلام. خوتي حنا يلاه دخلنا الكومبينغ اللي كاين الامسة، كيف ما كتشوفوا فوالا كاينين واحد لي كابانو كما غتشوفوا. هاد لي كابانو تقريبا ب 100 درهم شحال ما كنتو ديال الناس. راكم عارفين خوكم مود الشعب طونط، ولسوء الحظ كانت واحد ملي كنسافر دابا بوحدي كيتقام عليا الثمن غالي، قيم عليا دابا ب 35 درهم لان الخيمه ب 20 درهم والشخص ب 15 درهم. كو كنا جوج ديال الناس كانت غتقام ب 50 درهم، كو كنا ثلاثة غتقام ب 65. كاين انا ما عندي زهرة الخوت كنخلص هادشي كامل. ديروا لنا اخوتي لايك كومونتير، انا ما بغيتوش الخوت والله حتى كنضربوا معاكم تمارة وما بغيناش نصيفطوكم لشي حاجة خايبة. راه قلت لكم في الفيديو اللي قبل حتى انا كنحس بكم، ما بغيتكمش شي مرة يجري عليكم الجندارم ولا البوليسي.
المهم الخوت والله هي ممتيق باللي راه كاين الصاد في الداخل، عرفتي واحد البرد هنايا ما يمكنش. لاحظوا معايا الشجر كيفاش كيتحرك. وتا الجلسة الخوت هنايا الصراحة جلسة شعبية ديال ولاد الشارع، جالس كاس داتاي ب6 دراهم، قدامي الواد، موراه كاين البحر الكالم، كاين العائلات نتوما ما كتشوفوا. كيف ما كتشوفوا العائلة كنت حاط لاطون ديالي في البلاصة الأولى، ولكن كاين واحد الريحة الخوت قاصح بزاف، عليها جيت تخبيت في هاد البلاصة اللي كيف ما كتشوفوا ما فيهاش الريح بزاف. أنا نخرج غير لهنا، هانتوما غتلاحظوا كل ما كنخرج كل ما كيتزاد الريح. هادي بلاصة صافا ولكن بعيد عليا البريز ديال الضو، اللي راه الهاب اللي نبغي نمونطي ليبيزود ضروري خصني نديبلاصي. والله الا الخوت باقي كنسول راسي نفس السؤال، كيفاش انا ما عرفتش هاد المنطقه وانا جيت لهاد الشمال وهاد الصف ديال الشمال ديال البحور اكثر من 20 مره؟ ما يمكنش. واو البحر هنا الخوت ما عندهمش منظر بزاف في الغروب، ولكن المنظر الزوين كيقول لك غيكون في الشروق. لي سؤال حظ خوكم نعاس ما غتشوفوش هادشي اللي كاين. العائله بالصدفه تلاقيت واحد السيد الله يجازيه بالخير اللي هضر لي على الاثمنه ديال الانشطه اللي كاينين. بالنسبه للكاياك تقدروا ديروه ب 20 درهم نص ساعه، بالنسبه لي بيدالو الثمن ديالهم 30 درهم نص ساعه، وبالنسبه للطوبوغو اللي كتزلقوا فيه فهذاك الثمن ديالو 40 درهم نص ساعه. ونتمنى نكون ما غلطتش في الاثمنه. المهم الخوت كاين حتى واحد البلاصه اللي واعره بزاف اللي هو هاد الريستورون ديال الاخطبوط، تنصور لكم من بعد. دابا جاو الدراري خصنا نتحركوا معاهم. صافي الخوت الفيلاج كاين واحد الملعب كبير، ملعب الكره كيجيو له فرق كبار كيترينيو فيه فحال المغرب تطواني وكينظموا فيه دوريات، وكاين عاود المناظر فوق يعاود الواد. كاين شي مارشي من هنا تقداو الخضره؟ والله مارشي تجمع المدارس، عاد كاين واحد المدرسه جديده هنايا المدرسه الثانويه. المهم الخوت ما كنتش هضرت لكم على الكره، الناس اللي كانوا باغيو يكريو هنايا ابتداء الدار اللي ما كانتش مفرشه كانوا قالوا لي تقريبا كاملين جمعوا على الدار اللي ما كانتش مفرشه ب 150 درهم حتى 100 درهم، وبالنسبه اللي بغى دار اللي هي مفرشه من 250 درهم حتى 300 درهم. وكاينين دي زوكازيون، كاينين شي حوايج اللي ناقصين، هادشي اللي كاين. وكاين ديك لا ميزون دوط الخوش اللي غنوريكم دابا التصاور ديالها، كنت صورت الصباح، الثمن ديالها هو ما عرفت الصراحه الثمن، تنقلب لكم عليه ما بقيتش عاقل بالضبط. المهم اللي عارف راه هي شي حاجه اللي كلاس وفيها بيسين وداكشي. وهادي حاجه من الحوايج اللي كتخلي بزاف ديال الناس ما يمشيوش لدي زوطيل، لان كتلقى الاثمنه باش غتمشي لواحد لوطيل في المغرب كتبغي تكريها واحد شي دار اللي كتبغي تكريها في مارتيل كيقول لك الاثمنه ابتداء من 400 درهم، 300 درهم ما تلقاهاش. ما الا غتاخد كارسونيير صغيره عليها الاغلبيه كتلقى العائلات هنايا كيجيو كيلجؤوا لهاد الاماكن، كتمشي كتحط لاطونط ديالك كتكون طونط كندي ماشي بحال لاطونط اللي عندي.
وكتجيهم هما كيكونوا عائله في ست الناس، كتجيهم بلاصه كتجيهم كي والو غيكونوا واحد 100 درهم وعندهم اتساع، ولا كتجيهم ثقل ملي كيكونوا بزاف راه كنقصوا لهم الاجمنه وغيعيشوا الحياه هنايا ترونكيلمون واحد 15 يوم ولا 20 يوم بداكشي اللي كانوا غيدوزوا به 2 جوغ ولا 3 جوغ في مارشي. ماشي كنقولوا الله يزيدو يبارك الناس اللي عندهم الامكانيات وبغاو يمشيو للمارشي وكذا، ولكن ولاد الشعب اللي بغاو يعيشوا وحنا عايشين الله يعيش احسن حياه شويه ديال الحوش بيست. الناس اللي اول مره غيشوفوني كنصور بالليل انا نقول لكم علاش الكاميرا ديالي الخوش والله ما كتصور بالليل. اهرب لكم شنو جايب معايا، والله تجايب معايا من الدار الرينج رايش الخوش.